فعالية رسم الابتسامة ضمن تدريب تخطيط الحملات. بلشوا الشباب يحضروا للفعالية. بعد ما انتهينا قررنا نختار ساحة المهد لنعمل الفعالية فيها. بس ما كان اختيار موفق، ضلينا نستنى يجي حدا، بس للأسف ما حدا أجا. استنينا واستنينا واستنينا وما حدا أجا، فقررنا نغير المكان اللي إحنا فيه ونروح على مكان فيه ناس أكتر. طبعا الموضوع لفت أنظار الناس، بس مش الكل اهتم. البعض منهم اكتفى انه يطلع تطليعة صغيرة ويضلوا ماشي، في بعضهم يعني وقف شوي ثانية ثانيتين وراح. اما البعض الاخر قرر انه يقرأ ويركز، بس بالاخير ما شارك. كان الوضع شوي مزعج للمصورين، سيارات رايحين جايين والناس رايحة جاية، فالمصورين ما أخذوش راحتهم. وأكتر إشي ضايق المصورين الحج جيم أحمد. يا الله يا حج، الله يسامحك يا حجي. وفجأة أجا أول مشارك. طبعا زي ما لاحظتوا انه اغلب المشاركين كانوا من فئة الاطفال، وهيك بنستنتج انه الكبار لازم يتعلموا الابتسامة من الاطفال.